دشنت وزارة الحج والعمرة حملتها التوعوية التثقيفية لضيوف الرحمن عقب انتهاء تسجيل الراغبين في أداء المناسك المحددة أعدادهم ب60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية. بهدف تحقيق موسم حج صحي وآمن، دشنت وزارة الحج والعمرة السعودية حملتها التوعوية التثقيفية لضيوف الرحمن عقب انتهاء تسجيل الراغبين في أداء المناسك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من عدوى فيروس كورونا. وللعام الثاني على التوالي قررت السلطات السعودية السماح ل60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين، مستهدفة الفئات العمرية من 18 عاما إلى 65 عاما الحاصلين على لقاح فيروس كورونا. وركزت الحملة على رفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من إجراءات وتعليمات لتهيئة البيئة الصحية لأداء المناسك في هذا الموسم الاستثنائي، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن. الحملة تتضمن أيضا توعية ضيوف الرحمن بفوائد البطاقة الموحدة لجميع الحجاج التي تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، داعية الحجاج للتفاعل مع مستهدفات الحملة التي تسعى لرفع منسوب الثقافة المجتمعية بين الحجاج بشأن جميع الإجراءات الاحترازية. السلطات السعودية فعلت كذلك منظومة إلكترونية في مختلف أعمال الحج تسهم في التحكم في دخول الحجاج للمخيمات في المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة وتفويجهم إلى منشأة الجمرات وإرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، إضافة إلى خدمات البرامج والتفويج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.